بصوا يا جماعة، في خبر واحد بسيط يعني مش وحش قوي في الحياة، وحش قوي بواحد وحش قوي وفي الحياة برضه وحش قوي. مش قادر اقول لكم اني اوحش من التاني، لكن عايز اقول لكم انه النهاردة جهاز التعبئة والإحصاء قال انه معدلات التضخم في مصر الشهر اللي فات قال 33%. النهاردة بعون الله احنا ناجحين في زيادة التضخم، بس يا جماعة ومعدل التضخم وصل ل 35%. بكرة طبعا او بعده الحاج ستيف هانكس هيطلع يضربنا تقرير ويقول هذا الكلام غير صحيح والدراسات الخاصة بيا بتقول كذا. اخر حاجة قالها ستيف هانكس لما الحكومة قالت 32%، قال ان الرقم ده ضعفه يعني 70% تقريبا هو حجم التضخم في مصر. في ناس بتقول ان في سلع بترخص، وفي ناس بتتوقع انه ان شاء الله السلع بترخص، لانه اصلا اسعار السلع في العالم كله بدأت ترخص لانه ابتدت ازمات ما بعد الكورونا تخف في العالم كله. وفي تقارير دولية بتقول كده، يعني مؤسسات الغذاء العالمي مثلا بتتكلم على بداية نزول اسعار سلع غذائية كتير في العالم، لكن احنا وضعنا طبعا مختلف لان احنا مشكلتنا مرتبطة بالدولار مش مشكلتنا مرتبطة بالاسعار. على كل التقرير الرسمي البين اللي حضراتكم هتشوفوه اهو بيقرر وبيقول، والمصدر تحت اهو قبل ما اقول اي حاجه، معدل الارتفاع في الاسعار مقارنه بشهر يونيو 2022 مصدره الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. بيقول لك معدلات الارتفاع التضخم في مجالات الاكل والشرب وصلت ل 64.9 من 10، يعني 65% تضخم في اسعار الاكل والشرب. الملابس والاحذيه 23.5%. المساكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود زادت بقت 23.5%، اسف 6.5%. الاساس والتجهيزات والمعدات المنزليه والصيانه 41%. الرعاية الصحية 19%. 29%، لا 19%. النقل والمواصلات 23%. الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفعت 1.4%. الثقافة والترفيه 28%. التعليم زاد، تضخم في مستوى التعليم فأسعار التعليم زاد 7.7%. المطاعم والفنادق زادت 49%. وبالتالي يعني نطرح أسئلة حوالين قدرة مجالات السياحة على استقطاب زبائن جديدة، و 28.9% السلع والخدمات المتنوعة. ادي الارقام الحكومية الرسمية. اسعار الغذاء هيزيد. طبعا الحكومة هتيجي هنا تلاقي ان الكهرباء والوقود خسوا شوية في التضخم، هتقوم معلية الاسعار لان دي حكومة بتحب شعبها قوي يعني.